تعد تجارة الفول السوداني المعروف باللوز التجارة الرائدة في مدينة الحصن بدلتا أبيان، وتعتبر مدينة الحصن المدينة الرائدة في هذه التجارة، والتي ما تزال محافظة على هذه المكانة برغم الظروف التي تمر بها البلاد. منطقة الحصن يعني منطقة زراعية تشتهر بزراعة العديد من المنتجات الزراعية ومنها الفول السوداني. هذا النشاط الزراعي الكبير تميز بالمنطقة، أوجد نشاط تجاري من ضمنها تجارة الفول السوداني التي تميزت بها المنطقة منذ سنوات طويلة. كان أول قليل لكن الآن ينتج يعني كثير، منها يروح الشمال والحضرموت واستهلاك يعني محلي عدن كل المحافظات، إنتاج قوي الآن، بس إنما يعني أحيانا يضعف البيع والشراء ما في السحب. منطقة الحصن وهي من أقدم المناطق في دلتا أبيان في زراعة اللوز والفول السوداني حب العزيز، كما تدخل منتج اللوز في يدخل في المكسرات والبهارات، كما يدخل في صناعة زيت اللوز ما يسمى زيت اللوز. لوز أبيان هو لديه طعم ومذاق جميل بعكس اللوز الخارجي، وهو يستخدم في صناعة الحلويات وزيت اللوز، ولديها مذاق جميل جميل. يعمل عدد من التجار بهذه الزراعة وهذا المحصول منذ صغرهم، وأصبح لهم تجربة طويلة في هذه المهنة التي خبروها أبا عن جد، وهم يتحدثون عن أهمية هذه التجارة وأهمية المحصول، يشيرون إلى عملية الطلب على هذا اللوز في فترة الموسم. النشاط هذا بدأ فيه كثير من التجار، وهناك يعني عدد من التجار الذين ما زالوا يمارسون هذه التجارة إلى وقتنا الراهن، باعتبار هذه المنطقة رائدة في تجارة الفول السوداني، ومنها هنا المنطقة هذه يتحدد سعر المنتجات الزراعية بالارتفاع والانخفاض باعتبارها كأنها يعني بورصة لتحديد المنتجات الزراعية، ولأنها الرائدة بهذه التجارة منذ سنوات طويلة ولا زالت إلى تمارس هذا النشاط إلى يومنا هذا. أحسن لوز يعني عندنا في الحصن في المحافظة، محافظة أبيان أكبر كميات وأحسن لوز حتى بالنسبة على المستوى الخارجي، يعني لوز اليمن أفضل لوز. هذا اللوز يصدر إلى جميع محافظات الجمهورية من منطقة الحصن، المنطقة الرائدة في زراعة اللوز الفول السوداني. هذه المنطقة التي اشتهرت قديما بزراعة اللوز وبإنتاج اللوز، كما يعني تعتاش عليه أسر جمع اللوز من يدي عاملة وأسر فقيرة تذهب بالعمل إلى المحاصيل الزراعية. هذا اللوز يدر المليارات على محافظة أبيان وعلى جمهورية اليمن. نرجو من الجهات المعنية وخاصة إدارة الزراعة بالمنطقة بالاهتمام بالقنوات الزراعية التي أصبحت في وقتنا الحاضر يعني معطلة وشبه يعني شبه معطلة ومهملة. ويأمل القائمون على هذا المحصول الاهتمام به ودعم المزارعين في إصلاح قنوات الري وزيادة المساحات الزراعية لهذا المحصول الهام، والذي يدخل في صناعة الكثير من الحلوى وغير ذلك كثير.